السلام عليكم حبايب المتابعين. طبعا شاهدت صراحة مقطع لأحد الفنيين المتخصصين في مجال التكييف يتكلم عن التقليل من كمية مادة اللحام أو النحاس، زين، وزيادة هذه المادة مثل ما قال إنه راح تأثر على المواسير من داخل وراح ممكن تسبب لك اي انسداد. طبعا كلامه صحيح، ولكن الخلل في هذا الموضوع او الاشكاليه وين تكون في هذا الموضوع؟ اذا مثلا صار عندك انزين دخول لماده اللحام داخل المواسير، المشكله الله يحفظكم راح تكون من حجم التوسعه. يعني البعض ممكن يعني تشوفون هذا اللحام شوي مكثر فيه انا، زين، ومن رايي انه يكون افضل بهذه الطريقة، يعني تكون كذا، زين، يكون بهالطريقة، اوكي، يعني تسمك المنطقة هذه صراحة. فنرجع للموضوع، فالمشكلة الله يحفظكم تكون من عملية التوسعة. يعني ممكن الفني اثناء مثلا توسعة المواسير هذا راح يترك فاصل كبير، يعني راح يترك فاصل كبير ما بين الماسورتين، وبالتالي تركك لهذا الفاصل راح يؤدي الى دخول مادة التلحيم لداخل المواسير. طبعا عملت تلحيم بهذا الشكل، ممكن يكون زايد شوي، ولكن فقط من باب التوضيح لكم الله يحفظكم. ولو ان رغم يعني على رغم ان اللحام هذا كان شوي زايد، لكن تلاحظون ان مادة اللحام، زين، طبعا قصيت هذا المقطع، زين، مادة اللحام لم زين تتسرب للداخل بشكل كبير، كل شغلها او وضعها كان في الخارج. والسبب الله يحفظكم مثل ما اقول راح اشغل لكم فقط الاضاءه عشان تشوفون، زين، والسبب الله يحفظكم اللي هو من الفاصل هذا، يعني تشوفون المنطقه هذه منطقه الاتصال هذه ما بين القطعتين، هذه المفروض يكون الفاصل فيها زيرو، يعني وليس بالملي، زيرو، يعني يكون اصلا هي لابسه على الماسوره، وبالتالي لحامك زين للمنطقه الخارجيه اي زياده في اللحام راح تكون فقط في الخارج، زين، راح تكون فقط في الخارج، اي زياده تلحيم راح تكون في الخارج وليس ولن تتسرب صراحه الى الداخل. لماذا لن تتسرب الى الداخل؟ لان اصلا ما في اي فاصل، ما في فاصل بينهم، وبالتالي زين لن تمر المادة هذه زين الى داخل الماسورة، راح يكون فقط تجمعها امانة في الخارج. طبعا هذا اللي حبيت اوضحه. الشيء الثاني اثناء التلحيم الله يحفظكم يجب ان تستعملوا غاز النيتروجين تمريره داخل الماسورة اثناء التلحيم. هذا الغاز تلاحظون الكربون هذا الاسود، هذا الكربون الاسود في الداخل، طبعا هذه المنطقه ما فيها، زين، هذه المنطقه فيها، ليش؟ لان ممكن تكون الحراره كانت اكثر في هذا المكان، زين، تلاحظون الكربون، هذا الكربون طبعا اثناء مرور غاز الفريون، احتكاكه مع غاز الفريون مع الزيت، زين، اكيد راح زين يطلع من مكانه، وبالتالي خروجه من مكانه راح يذهب الى الكمبرسر الضاغط، زين، او الكابلري او الفلتر او اي مكان، زين، راح يسبب لك مشاكل. لذلك انصح دائما الله يحفظكم لتجنب تكون الكربون هذا. طبعا تلاحظون المنطقه هذه ما فيها كربون، هذه المنطقه فيها كربون، تجنب الكربون. يعني اتمنى من الفنيين انهم اثناء التلحيم زين يستخدمون غاز النيتروجين تمريره داخل المواسير لتجنب حدوث هذا التأكسد الكربون هذا، زين، هذا الكربون الأسود هو المسبب الرئيسي لمعظم انسدادات وحدة التكييف وأيضا تلف الضواغط أثناء عملية إعادة تركيب أي جهاز، أي جهاز، مو بأي جهاز، أي قطعة، ضاغط، كابلري، فلتر، عرفت الماسورة تلحمها، عندك أيضا تسريب ألحمته بدون استخدامك أو تمريرك للغاز النيتروجين،
راح يكون هذه الطبقة من الكربون. زين، فهذا اللي حبيت أوضحه صراحة للمتابعين. زين، كلام الأخ المتخصص هذا 100% سليم، ولكن في حالة أنه كان عندك زيرو فراغ، يعني صفر من الفراغ، زين، ما بين المواسير اللي أنت تبغي تربطهم مع بعض، لن تتكون عندك طبقة، زين، أو لن تدخل عندك طبقة التلحيم إلى داخل المواسير، وبالتالي ما راح يصير عندك انسداد. أوكي، هذا اللي حبيت أتكلم عنه. زين، أنا شخصيا صراحة أنا أفضل التلحيم يكون شوي سميك، زين، لتجنب صراحة أكسدة المنطقة هذه، وأيضا فصلها بسهولة. أوكي، لاحظوا ما في أي مادة صراحة في الداخل. يلا نشوفكم على خير إن شاء الله. طبعا هذا مقطع آخر راح أقصه، فقط لاحظون هذا طبعا من الداخل، زين، ما في أي مادة لحام نحاس دخلت داخل الماسورة. ليش؟ مثل ما قلت لكم، لأنه الفراغ هذا صراحة هذه المنطقة الفراغ فيها زيرو صفر، زين، وبالتالي مادة التلحيم ما راح تمر أثناء عملية التلحيم اللحام. أوكي، فانتبهوا لهالنقطة هذه. أهم شيء عندك يكون زين التلامس هذا. أوكي، المنطقة هذه تكون متلامسة بشكل جيد، يعني ما فيها أي فراغ. زين، الفراغات هذه ممنوع. الفراغات، نعم، الفراغات راح تسمح بدخول زين مادة اللحام داخل. زين، يلا نشوفكم على خير إن شاء الله. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وإبداء الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.